الله الرحمن الرحيم. أستاذة وهيبة العطلاتي، التنسيقية الإقليمية للمقصية من خارج السلم بوجدة. حنا اليوم جينا من وجدة لأننا رافضين الإقصاء من خارج السلم، لأننا رافضين إقصائنا من الحوار. الوزير في لقاءاته الأخيرة مع مع مع, مع, مع الإطارات النقابية ما شارش نهائيا الملف تاع خارج السلم، وحسب يعني التسريبات اللي وقعت ما كاينش أدنى إشارة لهذا الملف، وتحال كما سمعنا على اللجنة التقنية للنظام الأساسي. حنا هذا النظام الأساسي كنرفضوا أن الملف تاعنا يتعالج في النظام الأساسي، لأن هذا النظام الأساسي أكيد غادي يخلف العديد من الضحايا على غرار النظام المآسي تاع 2003، وبالتالي المطلب ديالنا هو مرسوم تعديلي استثنائي بأثر رجعي مالي وإداري، هذا اللي ممكن ينصف الجماهير المقصية اللي من 2003 وبسنتين يعني قبل من 2001 يعني دابا 21 سنة وفي الزنزانة 11. الوزير يتحدث عن إصلاح المنظومة التعليمية، أي إصلاح بدون تحفيز الشغيلة التعليمية بدون إنصاف الأطر التربوية هو إصلاح أعرج، وغادي يكون على غرار الإصلاحات اللي مرت على المغرب من 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 الاستقلال حتى لدابا. بالتالي حنا المطلب نتاعنا هو مرسوم تعديلي. هذه المعركة اللي كتشوفوا دابا يعني راهي كتزامن مع إضراب 17 و18 اليوم غدا، الأصداء اللي كتوصلنا أن الإضراب ناجح في المؤسسات الابتدائية والإعدادية، بالمناسبة الفئة المقصية هما أساتذة الابتدائي، أساتذة الإعدادي، ملحقين تربويين وملحقين الإدارة والاقتصاد. هذه الفئات هي أكبر فئة في المنظومة التربوية، العدد نتاعها 180 ألف أستاذ وأستاذة. إلا ما تنصفوش يعني حنا كان 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 ما يمكنش نتحدثوا على تشويد العملية التعليمية بدون إنصاف هذه الفئة. حنا هنايا كنأكدوا للوزير أن هذه المعركة ستطول وهي مفتوحة على التصعيد، واليوم عندنا مجلس وطني واكيد غيكون الخيار هو تصعيد هذه المعركه حتى يتم انصاف جميع المقصيين والمقصيات. تحيه للجماهير المقصيه اللي جات من الجنوب ومن الشمال ومن اقصى الشرق، من جراده ومن توريرت ومن الناظور ومن طنجه ومن الحسيمه ومن عيون الصحراء. تحيه للاطارات النقابيه الداعمه للملف، تحيه للمنابر الاعلاميه الحره. وشكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.